مفاجأة سارة من الحكومة للمواطنين منتصف إبريل المقبل. أعزائي مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. مفاجأة سارة للمواطنين ببدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 إبريل المقبل، وده كله تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أقول لحضراتكم إن الزيادات وسيتم صرفها 150 مليار جنيه إجمالي التكلفة الثانوية لحزمة الحماية الاجتماعية، وصرف 40 مليار جنيه تكلفة الثلاثة أشهر من إبريل المقبل حتى يونيو 2023، وإن الحد الإجمالي للزيادات المقررة للعاملين بالدولة لن تقل عن 1000 جنيه شهرياً. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة التي وافق عليها مجلس النواب مؤخراً، هيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة، ده كله اعتباراً من 13 إبريل المقبل، أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. أضاف الوزير أن حزمة الحماية الاجتماعية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها السنوية 150 مليار جنيه، منها 95 مليار جنيه لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاشات تكافل وكرامة، و55 مليار جنيه لزيادة المعاشات، لافتا إلى أن تكلفة تعجيل صرف الزيادات الجديدة اعتبارا من إبريل حتى يونيو 2023 تبلغ 40 مليار جنيه. أشار الوزير إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه سنوياً، موضحاً أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة بهذه الحزمة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن تقل عن 1000 جنيه شهرياً، موضحاً أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة العمالية وما يعادلها ب 3500 جنيه شهرياً، والدرجة الثالثة التخصصية ب 5000 جنيه، و 6000 جنيه لحامل الماجستير، و 7000 جنيه لحامل الدكتوراه. قال الوزير إن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيه، و 15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و 400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و 500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة وكيل أول الوزارة. أشار الوزير كمان إلى أن الحزمة تتضمن أيضا زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيه للتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض. كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً. مشاهدي ومتابعي شاشة تلفزيون الوطن في كل مكان، وصلنا معاكم لنهاية نشرتنا الإخبارية، مستمرين معكم في تغطيات إخبارية أخرى على مدار اليوم. شكرا لمشاهدتكم شاشة تلفزيون الوطن.